من جانبه أعلن وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ارتفاع إجمالي إيرادات الهيئة بنحو 54% لتبلغ 5.43 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024 حتى نهاية فبراير 2024 مقارنة بذات الفترة من العام السابق. وأشار وليد جمال الدين إلى أن الهيئة حققت حتى فبراير 2024 صافي أرباح بقيمة 3.740 مليار جنيه بزيادة قدرها 57% عن أرباح فبراير 2023، مؤكداً ارتفاع إيرادات المشروعات والتعاقدات الجديدة بالمناطق الصناعية بشكل غير مسبوق إلى جانب إيرادات الموانئ التابعة للهيئة.